للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. بعد التحية لحضرتك دكتور، كيف تابعت هذا البيان القوي لوزارة الخارجية المصرية بشأن تطورات الأزمة في غزة والتحذير من العواقب الوخيمة لتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح في القطاع؟ اهلا بك يا شادي، واهلا بضيوف واهلا بمشاهدينك الكرام. طبعا يعني دعني اؤكد لك ان البيان المصري هو بيان يضع النقاط على الحروف بان استمرار النهج احادي الجانب من قبل اسرائيل لاتخاذ اجراءات تؤدي الى تصعيد الاعمال والعنف في المنطقه سيؤدي قولا واحدا الى اتساع رقعة الصراع، باعتبار ان الدوله المصريه اكثر دوله حريصه على أن تكون هناك تهدئة في المنطقة بشكل عام، وتسعى الدولة المصرية بشكل كبير إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف إسرائيل عن هذه الخطوة التي ستؤدي قولا واحدا للكثير من الضحايا والأبرياء، لأن يعني مدينة رفح بها أكثر من 300,000 مواطن فلسطيني بالإضافة إلى نزوح 1.2، فإحنا بنتحدث عن قرابة 1,500,000 فلسطيني ليس لديهم أي مأوى. فبالتالي إذا أرادت حتى إسرائيل أن يكون هناك تحرك لهؤلاء فأين سيذهبون؟ ليس لديهم مأوى. إذا اتجهت إسرائيل بهم إلى الشمال فإسرائيل تمنع إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى شمال القطاع، وإذا ذهبت بهم إلى الوسط فلن يأمنون من الضربات المتتالية للغارات الإسرائيلية على كل بقعة من القطاع. وبالتالي المجتمع الدولي عليه أن يدرك أن إسرائيل ستستمر في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية إذا سعت إلى اجتياح قطاع غزة دون أن يكون هناك إدراك حقيقي لحجم التداعيات الكارثية التي لن يعني تشمل الأراضي الفلسطينية فقط، ولكن هذا سيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، سيؤدي إلى إحداث بؤر جديدة من التوترات في المنطقة، باعتبار أن الدولة المصرية تسعى إلى نزع فتيل الأزمة، تسعى إلى أن يكون هناك تنسيق واضح مع الإدارة الأمريكية لدعم القضية الفلسطينية، باعتبار أن مصر تضع القضية الفلسطينية في سلم أولوياتها في سياستها الخارجية. يعني وهذا يعني أسألك دكتور، يعني كيف يمثل الموقف المصري دعما للقضية الفلسطينية يعني بما يعني يفيد بعدم تصفيتها، بعدم التهجير القسري للفلسطينيين؟ هذه الثوابت لسياسة مصر كيف تؤثر على ما يجري الآن؟ هي بالفعل أثرت، لأن احنا بنرى أن المشهد الدولي بشكل عام تغير. يعني كان في بداية هذه الأزمة يا أستاذ شادي احنا بنرى ازدواجية معايير واضحة من كل دول العالم، ولكن الدولة المصرية ومنذ اليوم الأول نجحت في كسر الحصار على قطاع غزة من خلال الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لفتح معبر رفح من الناحية الأخرى من الجانب الفلسطيني، لأن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح ولو لثانية واحدة، ولكن الجانب الإسرائيلي كان يتعمد في هذا الاتجاه. وليس هذا فقط، ولكن حتى على المستوى السياسي، يعني اتجهت القاهرة لعقد قمة القاهرة للسلام شارك فيها أكثر من 31 دولة وثلاث منظمات أممية، وخرجت بنقاط رئيسية لدعم القضية الفلسطينية وتسديد دعائم الدولة إقامة دولة فلسطينية عادلة على حدود 67. وهذه القمة كانت هي الأساس للقمة العربية الإسلامية ومشاركة أكثر من 57 دولة، واللي انبثق عنها المجموعة الوزارية العربية ومن ضمنها الدولة المصرية اللي جابت كل دول العالم لتوحيد المواقف ووجود ظهير دولي لدعم القضية الفلسطينية. وده اللي شفناه يا أستاذ شادي في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرتين متتاليتين، المرة الأولى بموافقة أكثر من 122 دولة على أنه لابد من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وضرورة وقف الحصار الإسرائيلي وضرورة يعني وقف شامل لإطلاق النار، والقرار الآخر زادت هذه الدول لتصل ل 153 دولة. وبالتالي الدولة المصرية لديها ثوابت، وفي ظني وتقديري أن على الإدارة الأمريكية أن يعني تتماهى مع الرؤية المصرية وتتمسك بالسردية المصرية، لأن السردية المصرية هي القادرة على خفض التصعيد في المنطقة، هي القادرة على لعب أدوار مركبة لدعم القضية الفلسطينية، هي القادرة على إحلال السلام بما يتوافق مع تنفيذ حل الدولتين. ولكن الإدارة الأمريكية تسير خلف إسرائيل بشكل غريب جدا دون إدراك لخطورة ما تقوم به هذه الدولة التي تتخذ الكثير من الإجراءات أحادية الجانب، تعكر الصف في المنطقة، تؤدي إلى بؤر توترات متزايدة. وده اللي شاهدناه
سواء في العراق سواء في سوريا سواء في على الحدود السورية. نعم يعني يمكن وهذا هو سؤالي الأخير لك دكتور، يعني نعرف تماما مخاطر تنفيذ إسرائيل ليها كذا عملية عسكرية في رفح، ولكن أثر ذلك إذا حدث على توسعة رقعة الصراع في المنطقة؟ يعني في ظن وتقديري أن إذا أقدمت إسرائيل على هذه العملية معنى ذلك أن إسرائيل لديها مآرب أخرى من هذه العملية، وليس تحرير الرهائن أو حتى يعني القضاء على قيادات حماس، ولكن الهدف الأعلى والأسمى لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، وهو ما لم تسمح به الدولة المصرية، وأعلنت الدولة المصرية مرارا وتكرارا أنها ترفض هذا وأنها قادرة على حماية حدودها، وأن الدولة المصرية لن تسمح باتباع حدودها باعتبارها خط أحمر. هذا خرج من القيادة السياسية المصرية التي قال أن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو تصفيتها على حساب دول الجوار، وأيضا الأردن التي أكدت أن قيام إسرائيل بالتهجير الفلسطينيين ده بمثابة إعلان حرب على الدولة الأردنية، وبالتالي المنطقة تدخل في حالة من عدم الاستقرار التي ستؤدي إلى تهديد النظام العالمي، وليس فقط دولة إسرائيل، بالإضافة إلى البيانات المتتالية التي شاهدناها سواء من الشقيقة السعودية التي تحث إسرائيل على هذا، وبأنه ليس هناك أي تطبيع إلا بتنفيذ مبادرة السلام العربية، وأيضا البيان الذي خرج من الشقيقة الإمارات، وبالإضافة إلى الكويت، وبالإضافة إلى الأردن التي هي شريك رئيسي للدولة المصرية في عملية السلام والمحاولة تنفيذ صفقة وهدنة جديدة، كلها معطيات تؤكد أن الإدارة الأمريكية ستخسر الكثير بانحيازها الواضح لإسرائيل، ستخسر حلفاء استراتيجيين قادرين على لعب أدوار مهمة ومركبة، يعني تكون في صالح المنطقة ولن تكون في صالح إسرائيل فقط. شكرا جزيلا لك دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية.